إلى موضوع أيضا مهم جدا وهو قطاع المطاعم. يعد نشاط المقاهي والمطاعم والكافيهات من أكثر الأنشطة التجارية في المملكة نموا بالسنوات الثلاثة الماضية، ويرى خبراء وعاملون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن النمو جاء متزامن مع تشجيع حكومي لدفع رواد الأعمال من الشباب لتطوير النشاط وإدخال العديد من الابتكارات فيه. للحديث أكثر عن سوق المطاعم والكافيهات ككل بالمملكة، مستقبل وتوجهاته، بحدثنا المهندس والمستثمر الأستاذ عبد العزيز السلامة. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد العزيز. يا أهلا والله وسهلا، الله يحييكي. شكرا لك وكل عام وأنت بخير. كل عام أنتم بخير، الله يحييكي. شكرا شكرا. بداية، ما هو واقع سوق المطاعم والكافيهات عموما بالسعودية؟ والله السعودية في نمو كبير جدا في سوق المطاعم والمقاهي، يعني حوالي أكثر من 6% سنويا. الآن تقريبا 50 مليار دولار السوق السعودي بالنسبة للمطاعم والمقاهي، وهو سوق واعد وكبير جدا، وخاصة أنه مع تغير الكلتشر في السعودية، الثقافة السعودية تغيرت مع الأنظمة الجديدة واللوائح الجديدة وعمل المرأة، أدى إلى كثير احتياج الناس للمطاعم والمقاهي. وكذلك لا ننسى أنه يعني في كثير نسبة عالية كبيرة من السكان هم شباب، وبالتالي يعني غالبا بيقضون أوقاتهم في المطاعم والمقاهي. نعم، يعني صار في نقل كتير كبير مؤخرا بهذا القطاع إذا فينا نقول. نعم نقلة كبيرة جدا. نعم، في ظل هذه النقلة للأسف جاءت جائحة كورونا، لا شوي إذا فينا نقول تأثر على هذا القطاع، يعني قطاع المطاعم والمقاهي والكافيهات هي من أكثر القطاعات اللي للأسف تأثرت بشكل مباشر. اليوم هل استعاد عافيته هذا القطاع؟ والله شوف، هو تأثر التأثر السلبي قوي كان في الفترة السابقة، لكن بدأ يتعافى القطاع بشكل كبير عما كان سابقا. الآن كمان نحن نواجه مشكلة الامدادات وارتفاع الأسعار العالمية، لكن بصفة عامة الميزة القطاع هذا أنه يتأقلم مع كل الواقع، يحاول يعني مثلا لما كنا في كورونا كان في مشكلة يعني عدم وصول الناس للمطاعم، فكان في عملية التوصيل وكان في ديليفري، وفي كذلك حتى رو ماتيريال ديليفري، يعني جاهز بس انت تطبخ فيه مع الريسيبي مع كل شيء. فافتكروا يعني ابتكروا المطاعم حلول كثيره حتى يستطيعوا ان يعني يتعدوا الازمه اللي كانت موجوده. فكذلك نحن الان يمكن في ازمه في عالميه اللي هي بالنسبه للاسعار وارتفاعها، ولا يعني القطاع نفسه مرن بحيث انه يقدر يغطي هذه المشاكل بين فتره وفتره ويتاقلم معها. ما في شك انه تاثر سلبي، لكن يحاول قدر المستطاع أن يتأقلم مع كل هذه المعطيات الموجودة والتحديات اللي دوما يواجهها. نعم، تحدثت بنقطة كتير مهمة، وكلنا يعني عم نلمس أكيد فرق الأسعار بكافة السلع، يعني وين ما كان هيدا مشكلة عالمية حاليا. هل قطاع تحديدا كيف عم يقدر يعني يستوعب هالقفزة بالأسعار، والرواد المطاعم والكافيهات كيف عم يقدروا، يعني هل في تأثير أو مباشر عليهم، هل عم مش بالمادية ولكن تأثير بالأرقام يعني اللي عم بتكون من رواد المطاعم إلى المطاعم؟ ما بعرف إذا وصل ما في شك ما في شك إنه في تأثير سلبي، لأنه كل ما ارتفعت الأسعار في قدرة شرائية موجودة عند الناس، والارتفاع الأسعار هذه كلها بسبب الأسعار العالمية وارتفاع اللحوم. أدي تقريبا الارتفاعات عم بتكون تقريبا، والله أحيانا ارتفاعات وصلت يمكن أحيانا في بعض المناطق في بعض المنتجات أحيانا 20%، بس في النهاية لما تجي تأثر مثلا على المنتج النهائي في المطعم أو هذا ممكن تمثل يعني 10% ل15%. نعم، هيدا 15% تقريبا بيدفع توتل على الفاتورة. نعم، لأنه مثلا يعني بعض القياديين عندنا في السعودية اضطروا في الفترة الأخيرة يرفعوا أسعارهم حتى يستطيعوا أنه يغطوا التكاليف، يعني لأنه هامش الربح بدأ يتاكل، فكان لابد من رفع الأسعار نوعا ما، يعني بحيث أنها تستطيع تتوازى، بحيث أنه التاجر يتنازل عن جزء من أرباحه وفي نفس الوقت يعني يعوض، يعني وازنوا الأمور شوي. في التوازن. نعم. شو اللي بيميز قطاع المقاهي والمطاعم في المملكة أستاذ عبد العزيز؟ والله هو يميز أنه هو دايناميك، الآن بدأ يتغير، يعني لو جينا نشوف دخلت يمكن سمعتوا بالمطاعم الشبح أو السحابية. هذه يعني تولدت بشكل كبير وتسارعت في وضع كورونا، يمكن ما كانت عندنا في السعودية إلا بعد كورونا بدأت تنتشر بشكل أكبر، وهي تعتمد على التوصيل تقريباً.
فميزة المطاعم والكافيهات إنها مرنة تستطيع أن تتأقلم مع كل تحديات موجودة. يعني كل ما صار في عندنا تحدي كل ما بدأ القطاع يتأقلم مع هذا التحدي حتى يستطيع أن يتعايش معه ويبدأ يغطي كل المصاريف ويحقق أرباح. نعم، أدي دخول هالقطاع إلى العالم الجديد التكنولوجيا، يعني اليوم نحن عم نحكي بفترة فيروس كورونا صار كله على الدليفري وكله على على الأونلاين شوبينج، يعني دخل الأونلاين يعني على حتى قطاع المقاهي. أدي لمسته بالبنية التحتية بالسعودية اللي أكيد كلها تكاملت مع كافة القطاعات، أدي لمسته هالديناميكية إذا فينا نقول بسرعة التحول؟ والله كان التحول جدا سريع، وميزة انه البنية الأساسية في الاتصالات السعودية كانت قوية جدا. نعم. فاستطعنا مباشرة أن نتأقلم، يعني كثير من البرامج اللي دخلت السوق وبدأت عملية الطلبات والأوردرز والعملية التقنية في كثير من الـ من الـ صار في ضغط أكثر عملية. نعم، صار في ضغط أكبر على هذا الموضوع. في ضغط. نعم. أكبر. نعم، وفي تغير الآن كبير، يعني أصبح في كثير من الأشياء نحن لا نستخدم فيها الأونلاين، ففي التقنية نستخدمها سواء حتى في عملية الحجوزات، عملية الطلب، عملية البروسيس حتى في الأكل بدنا نستخدم فيه عملية التقنية. ما في شك أنه الرقمنا اليوم اللي ما يقدر يشتغل فيها حيخرج من السوق قريب عاجلا أو آجلا، فهي يعني عصب البزنس اللي تستطيع أن تتكلل التكلفة وتعرف فين تؤكل الكتف. يعني انت في النهاية لازم تعرف من وين، يعني التطبيقات الآن بدأت تنتشر وبدأت تكبر، فأنت كل ما عرفت المعلومات هذه عرفت انت فين تقدر يعني تجيب أرباحك في أي منطقة أكثر من منطقة أخرى. مظبوط 100%. شو أبرز التوجهات بهالقطاع أستاذ عبد العزيز؟ والله شوف، القطاع يختلف عن قبل مثلا نقول 5 أو حتى يعني ما نقول 10 سنين، حتى 5 سنين. بدل العميل الآن ما هو العميل السابق، العميل بدأ يبحث عن تجربة. أول كان يبحث عن منتج وجودة. نعم. والآن المنتج والجودة أصبحت موجودة، نستطيع نقول في كل مكان، أو نقدر نقول 90% بدأ يحقق الجودة. نعم. أو أكثر. فبدأت الناس الآن تبحث عن تجربة عميل، يعني أنا أدخل مطعم ما أبغى بس فقط جودة الطعام، لا أبغى تجربة، أعيش التجربة هذه من يوم ما أدخل لين أخرج وأنا أشعر إني أنا دخلت مكان. فذلك الآن كثير من المطاعم صار الفلسفة حقتهم، الميشن حقتهم، إنه لا نحن ما نبيع طعام، نحن نصنع السعادة. نعم. فسواء في الكوفي أو سواء في المطاعم هو لخلق السعادة. يجي الشخص خارج من عمله تعبان، جهد، مش عارف إيه، فيجي تقول فيه عنده راحة كاملة سواء في مطعم أو مقهى، فهذه يجدها كأنه بيته الثاني. يعني نحن دوما ننظر لأنه هذا بيته الثاني، ده حيرتاح فيه، ده حيجد فيه يعني كل ما يحتياجات. فلذلك يحرص أصحاب المطاعم والمطاهي خلق جو جدا مريح للعميل بحيث أنه يعيش تجربة فريدة من نوعها ومنعشة وجميلة. أستاذ عبد العزيز، أدي دخول الفاين دايننج، يعني كلنا بنعرف شو الفاين دايننج، إنه الواحد يدلل نفسه to the maximum إذا فينا، ولكن كله بحقه مثل ما بيقولوا، دخول هالتجربة أدي أثرت على باقي النهار؟ يعني حتى أنا اليوم بصراحة لما ببحث عن كافي شوب بدي الكافي شوب يلي بتلامس هيدا المعايير، لما ببحث عن مطعم اتغدى فيه كمان صار بدي المطاعم فترة الغداء يلي بتلامس هالمعيار، وحتى لو موجودة بالمولات، يعني مش ضروري تكون مطاعم موجودة بأماكن معينة مخصصة للعشوات. فاليوم قدي صار في ضغط أكبر وأكبر على أصحاب المطاعم إنه يعني كل شيء بده يكون لوكس وكل شيء بده يكون على أفضل المعايير، فدي في ضغط بهذا الموضوع؟ تحدي كبير. يعني أصبح العميل اليوم ما هو زي عميل أمس. اليوم العميل الديماند حقه عالي جدا، متطلباته عالية، صار يبحث عن تجربة عالية. صحيح. يبحث عن راحة، يبحث عن جو، يعني ما يقبل عن تنازل عن أي شيء مقابل هو يدفع ما عنده مانع، بس يبغى يبحث عن كل شيء مختلف. فالعميل اليوم حتى ولا أو زي عميل السابق، يعني ممكن يغير ولا مباشرة إذا ما حققت له التجربة المتكاملة. صحيح. اللي يشعر فيها بالسعادة. هو جاي خارج من بيته أو حتى من عمله يبغى يعيش لحظات سعيدة، فأنت لازم تحقق له السعادة هذه. حتى الآن نحن ننظر مثلا حتى لما قدم الطبق ما هو فقط الأكل. صحيح. حتى يعني كيف نعمل كيف يعمل برزنتيشن للأكل. صح. نفسه للطعام، يعني حتى كل نقطة معينة الشيف متخصص أنه والله اللون هذا مفروض يكون مع اللون الثاني يعني يتناسق مع بعض، بحيث أنه النظر لما تشوف العين هذه مو بس الطعم بعد، حتى كمان العين أحيان
تعشق الأشياء هذه أكثر من الطعم والذوق. يعني أحيانا لابد أن تتكامل كل العناصر. اليوم ما أصبح أنه أنا أقدم طبق فقط، لا، أنا لازم أطبق يعني الطبق كيف شكله، حتى أحيانا صحن من صحن ثاني الطبق نفسه يختلف من طبق آخر بلونه بنوعه بحجمه بهذا، لازم يتناعم مع صارت متطلبات بالفعل هيك. بالفعل هيك العين صارت بدها تشبع كمان هيك من مشاهدة كل شيء جميل مثل ما بيقولوا. طيب بس أستاذ عبد العزيز، العميل بالليل بفترة المساء ما عنده مشكلة يدفع مبلغ كبير، ولكن على الظهر يمكن بجد بتكون أقل للغدا. هون كيف صحيح. تقدروا أنتوا كأصحاب مطاعم تقدموا هالتجربة ولكن بفترة الغدا يكون الفاتورة منا عالية جداً، لأنه ما بيستوعب العميل؟ بصراحة أنا من الأشخاص اللي ما بيستوعب أدفع 700 ريال على الظهر بس بيستوعب أدفعها بالليل. هون كيف طبيعي يعني. هاي شغلة نفسية أنا عارفة، ولكن هون كيف تقدروا تقدموا نفس التجربة أو تجربة قريبة لنفس يعني يبامبر العميل ولكن أنت بمبلغ أقل أو بمبلغ ما مناسب؟ ما في شك، هو يعني أحيانا حتى نحن عادة نواجه مشكلة في الغداء دوما العملاء أقل يعني، لذلك نحاول نوضع مثلا بوفيه مفتوح. أوكي. نحاول نعمل أوفرز في الغداء. أوكي. لأنه أصلا زبون الغداء عادة ما هو جاي يعني، هو رغبته للأكل أكثر من رغبته أنه يأخذ انترتيرمنت يعني، كما نقول نحن ما هو الاستمتاع أكثر من أنه يعني هو مشغول ويبغى وجبة تكون مشبعة وجيدة وصحية، وغالبا هو ما يبحث عن كمان وجبة تكون دسمة مرة، فيكون في بدائل يعني. هذه مهمة الشيف مع المطعم وبعد دراسة العملاء نقدر نقول والله هذه المنتجات تتناسب مع الغداء أكثر من العشاء. نعم. العشاء لا، فيها لاكجري أكثر خاصة في الفاين داينينج، بس حتى الأشياء الثانية يعني فاست فود أحيانا حتى في العشاء شغال يعني، ماكدونالدز في كل مكان وشغال في العشاء ما بيقدم. صحيح. يعني نفس غير إنه لا، في تجربة مثلا الباكينج، في تجربة في عملية أنت لما تدخل الأوردر من عنده، في تجربة حتى في الدعاية حقته، لكن ما في تجربة انك قاعد تاكل في داخل المطعم يعني، لكن في تجربة اخرى انك والله بتاخذ باكي متكامل تاخذ. نعم. دائما في شيء هيك يدغدغ مشاعر العميل، ما في مجال خاصة مع نعم. الأكل على كل بس نحن صرنا متطلبين كتير أستاذ عبد العزيز، هيدا الحقيقة. قد ما عم نشوف أشياء حلوة دائما بده الواحد الأحلى والأحلى، فالله يعين أصحاب المطاعم على الرواد اللي صاروا مدللين بزيادة. طيب شو مستقبل هالقطاع في المملكة؟ كيف هيك بتشوف المستقبل وككل إجمالا؟ أي نعم، المستقبل اللي يقرأ الرؤية السعودية يشوف إنه نعم إحنا متجهين يعني، خاصة السياحة لسه لولا يعني كوفيد كان شفنا السياحة أقوى. الآن السياحة الداخلية أصبحت قوية بوجود برامج الترفيهية كبيرة، وأضف إلى ذلك في سياح في استقطاب السياحة الخارجية. هنشوفها بس يعني بنحل الموضوع الكوفيد الآن، ويمكن موضوع الحرب والأوضاع هذه، لكن من التارجت حق السعودية يكون عندنا 100 سائح في المملكة، فعندك لما يكون 100 سائح معناه أنه في مستقبل كبير للمطاعم والفنادق. أضف إلى ذلك أنه في عندنا نمو كذلك، شفنا المشاريع اللي عندنا مشاريع ضخمة واستثمارات ضخمة، هذا مما يعني أنه نحتاج إلى كثير من العمالة الوافدة اللي تستطيع أن تبني مع العمالة السعودية المستقبل اللي احنا نبغاه. فلذلك ما هو بس فقط السياحة، كمان حيكون في عندنا خليط من جميع الجنسيات وجميع المستويات الثقافية لتحقيق الرؤية. فلذلك أتوقع أن السعودية بالنسبة للمطاعم والمقاهي ما حد يستغني عنها. نعم. فأتوقع أنه في نمو كبير وطلب عليها في المستقبل حيكون أكبر وأكبر. نعم. ونحن نقول أنه ما يقارب يمكن من 6-10% نمو سنوي. نعم. وهذا نمو جدا جيد ورائع. أضف إلى ذلك في تحور أعتقد عندنا في السعودية عما كان سابقا، يمكن سمعنا نحن في السعودية كيف أنه قضوا على التستر بحيث أنه كان في عمالة تشتغل من حالها ومش عارف إيش، فبدأنا حتى نحصل على جودة أفضل مما كنا سابقا ومستوى أحسن. وبالتالي أنا أتوقع أنه الفترة القادمة مستقبل زاهي وجميل وواعد إن شاء الله. شو الأفكار يلي بتشوفها اليوم قد تلقى رواج؟ يعني نحن حضرتك أكيد مستثمر بهيدا المجال، فعندك اطلاع كتير كبير بهيدا القطاع وعم تحكينا بما يرضي عقولنا اليوم يعني بهيدا الموضوع لأنه مختص فيه. شو الأشياء يلي بتلقى نجاح
اليوم بقطاع المطاعم؟ هيك بتشوف للصبايا والشباب الراغبين بالدخول بهذا المجال وانت مختص فيه؟ والله اليوم التميز بالتجربة العميل أعتقد أنه مهم جدا. نعم. والمنافسة في الأسعار، يعني اليوم العالم المطاعم يحتاج إلى السرعة، العميل أصبح قلق وسريع ويبغى كل شيء بسرعة، فإذا تستطيع أن تصل له بسرعة وفرش، وكمان بدأ الآن الجيل القادم اللي هو جيل زد بدأ يهتم بالصحة أكثر من غيره. أوكي. فبالتالي كمان الأشياء الصحية لازم تعطيها نوع من الاهتمام. فأعتقد أن السرعة، الصحة، تجربة العميل، يعني نوعا ما البرايسنج بحيث أنك المواضيع بدأت الآن خاصة مع القوة الشرائية ومع الضغط والمتطلبات الأخرى. نعم. فنتوقع أنه نعم التحدي كبير وموجود الفرص، والحمد لله عندنا شباب كثير سعوديين دخلوا المجال وأثبتوا حتى أفضل من الانترناشنال براند. يعني تشوف السعودي يمكن عنده فرع واحد برجر لكن أفضل من كثير من البراندات القوية. هيدا اللي بدي أسألك عنه أستاذ عبد العزيز اليوم، بين أنه شو أكتر بتشوفه عم يلقى رواج، بين أنه يجيب فرانشايز الواحد؟ يعني نحن بنعرف، أنا بصراحة كنت لما نطلع فجأة بتشوف محل فاتح أول نهار بس الصف طويل قدامه، لما كنت أسأل كانوا يقولوا أنه هيدا في فرع منه بلندن، في فرع منه بباريس، في مجربينه بإيطاليا. فشوي شوي الواحد أكيد بيصير ينتبه أكتر لهيدا الموضوع. بين هيدي الفكرة يعني أنا جيب براند أوريدي معروفة ومعروفة عند السائح، يعني لأنه إحنا سواح أكيد، يعني السائح السعودي وين ما بيروح يمكن في براندات معينة أو مطاعم معينة بتعجبه، بين أني جيب أنا مطعم أو كافي شوب من برا، وبين إني أنا أعمل الفكرة، وين بتلاقي أكتر أسهل؟ والله شوفي في السعود أسهل إنك تأخذ فرانشايزي خلاص جاهز كل شيء. نعم. بس أربح إنك تأخذ إنك تقيم براندك اللي لوكال. وأثبت اللوكال عندنا في السعودية صراحة الشباب الآن لما نجوا مثلا ناخذ مثال البرجر. نعم. البرجر أثبت جدارته يعني بشكل كبير، يعني حتى سعره أغلى من سعر كل البرجر الانترناشنال اللي يجي، وبالتالي عليه إقبال السندوتشات المدخنة واللحم. نعم. المدخن والأشياء هذه بدأت يعني في السعودية كأرقام بدأت تغطي الشركات العالمية، تشوف أنه يمكن البراند السعودي عنده زحام أكثر من البراند الأجنبي. أضف إلى ذلك بدأ كمان الأكل التراديشنال في له طلب، ونحن بدأنا ندخله بشكل أكثر جمالا أكثر من سابقا، يعني بدأت. نعم. يعني ننزل له كبزنس ننظر له أنه والله يحتاج له إلى تطوير، فطور بحيث أنه يعمل إخراج جميل وإخراج جيد. فحتى التراديشنال أنا أتوقع السائح الأجنبي لما يجي السعودية يبغى يشوف التراديشنال حق البلد. طبعا. يبغى يأكل أكل البلد نفسه، يبغى يشوف حتى يكون عنده انطباع من نفس الأكل، ما يبغى هو جاي من لندن يجي والله يلقى نفس الأكل. طبعا 100%. نفس الأكل. نعم 100%. فأتوقع أنه نحن أضف إلى ذلك السعودية ميزتها تجي تشوف فيه جميع أنواع يعني الثقافات العالمية. صح. مثلا تلقى عندنا البخاري، عندنا الهندي، عندنا التايلاندي، عندنا كل ما تتصوره من أي يعني تراديشنال في العالم موجود، تجده موجود عندنا في السعودية وقديم، يعني حتى من يعني بعضهم عندنا مطعم تايلاندي يمكن له عنده 50 سنة، عندنا. نعم. مطاعم هندية بنفس الشيء. فلذلك أنا أتوقع السعودية نعم محتاج حيكون فيها خليط كبير وفرص كبيرة جدا، وكلها بتنمو مع الزمن الحمد طبعاً لله. طبعا طبعا، وعم نشوف حتى بمواسم بالمواسم كيف عم بيكون في أيضا مطاعم جديدة عم تدخل، في بعض عم بيستقر، يعني عم بتضل موجودة التجربة، وهيدي تجارب كتير حلوة عم نقرأ عنها ونشوفها وأيضا عم نعلن عنها على الهواء. أنا بدي أتشكرك لوجودك معنا، ما بعرف إذا في شيء بتحب تضيفه بهيدا الموضوع، غطينا العديد من المواضيع ومن محاورنا، ما بعرف إذا عندك شيء هيك من خبرتك تضيفه. ما في والله أبدا، اللي رحنا نقوله إن شاء الله المستقبل زاهي إن شاء الله يا رب واعد، والله يوفق الجميع وشكرا لكم. شكرا لك. شكرا حضرتك المهندس والمستثمر الأستاذ عبد العزيز السلام، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة بانوراما أف أم، يعطيك العافية. الله يحفظك. شكرا.